شوفوا سي لا جيستيون بار لابسورد، يعني التفاهه لما تكون في الحكم تهبل الشعب، لانه المخاطر اللي محيطه بنا خارجيا داخليا ولينا يعني براتيكمون لالجيري ماشي غير سي بلا برك، راهي تمزقت مزاق. باسكو موفيس بوليتيك، عندك حكومه الشعب لا يعترف بها، رئيس الشعب رافضه، قيادات الشعب رافضهم، دونك ازمه سياسيه. الجزائر براتيكمون الي او بور دو لا بونكروت ولا راهي في لا بونكروت، رانا اون فايت. هذه ثاني ازمه خانقه. عندنا شعب البرا ما لاقيش روحه، لا بونديمي اللي ضربت العالم ثاني قاعده تضرب في الجزائر. هادو بكل اي سي جون لا تيلمون وجههم صحيح، قريب رايحين يجيبوا لنا دي مينيستر من وقت فرعون. كون فو بارلي دون شامبيون مدام سواكري ولا مسيو مرسلي ولا بون سي دي شامبيون الجيريان سي سون اونورابل اي سون بورتي الدرابو ناسيونال تري او اكسيترا، مي كون تي ساجي دو جيستيون دو بوليتيك اون بيريود دو كريز اون رامين دي كومبيتونس. اجمع لا بوليتيك، لا بوليتيك اي تاع الرفاهيه، لازم تفهموها. اون سو بيرمي دو فير دو لا بوليتيك كونت يا اون ايزونس ايكونوميك اي با دو كريز او دي كريز فاسيل ليجير. مي لالجيري ال في اون كريز ملتي ديمونسيونيل انورم، ميم القياده السياسيه اللي راح يخرجها الكونغري تاع الكرويها اي قيادات تكنيك ان ريان دو بوليتيك. ما راح تقول لكم صفقوا لا دروات ولا صفقوا لا غوش، ال فاتريتي لا كريز الجيريان a commencé par la crise politique et présenter un programme de manière technique. Quand il s'agit d'une crise, je me dis Bush n'importe qui. Jib taqat el kafa'at. عندنا taqat. على بالك بلي عندنا ناس في الجزائر ils sont à la retraite, c'est des compétences très pointues qui connaissent le système. الناس اللي كانوا في الجامعات في les années 70 etc. وخرجوهم دركا retraite. On a des compétences, mais هذا الخماج ils veulent pas que les compétences nationales يوقفوا الشعب هذا ولا يحيوا فيه الامل نتاع حياه افضل ودوله قويه، لانه نقدر نكونوا دوله قويه عندنا امكانيات هذه. il faut juste optimiser ce qu'on appelle l'exploitation de la ressource humaine، يعني الاستفاده بطريقه يعني منهجيه عقلانيه وبالمنطقات البشريه اللي عندنا. بلاد كامله معمره شباب، بلاد كامله اراضي فلاحيه، بلاد كامله ما بلاد كامله elle demande que ça. Mais شوف la gestion qu'on a en parallèle. شوف سي رحمه لي الاراضي الاراضي اللي تهداتهم كاع تقول شي انا واحد من الناس اوبتيموم اللي سي رحمه لي كنت جي فو ريم سلان شكان عندها. انا حسيت روحي بلي عمري ما سكت في الجزائر. انا قعدت 40 عام في الجزائر الحمد لله يا ربي، ما ديت اف 3 ما ديت لوتيل ما ديت والو، وانا افتخر بهذا والله افتخر لاني ما ديت والو ما ديتش. ان شاء الله بربي يطيب الله غير كبر في ديك البلاد بزاف علينا. ادو كل شيء ادو كل شيء معليش. شوف ريم سلات تدي كاع حد كاع الهكتارات يا ولدي. سي رحماني وين كانوا هذو لي سيرفيس دو سيكوريتي وهذو لي جوندار وهذو المخابرات وهذو وين كانوا ريم سلات تدي لها الاراضي؟ انا هذا السؤال اللي بان لي بان طاح اليوم. ما كانوش عارفين بلي ريم سلات عندها كاع حد الاخر هما الولايات حاسبهم سي رحماني. شوف دركا باش نفهموا نزيدوا نعاودوا نحكيوا للناس واش معناتها قرار سياسي واش معناتها مؤسسة تخدم خدمتها ولا ما تخدمش. شوف يا سي حسين، كاينه كيما نقولوا حنا اون ديفينيسيون، كيف يقولوا بالعربية ديفينيسيون؟ ديفينيسيون طبعا تعريف. تعريف لنوعية المهام نتاع أجهزة المخابرات، خاصة المخابرات نظرة لها الباقي ما يهمنيش. التعريف هذا واش يقول؟ العيب موش في واش درت، العيب أنك ما على بالكش واش صرا. دوك نرجع لك، العيب لما تصرا حاجة والمخابرات ما على بالهمش وما داروش تقرير بالموضوع هذا، هذا عيب تحاسبهم. غدوة تجي تحاسبهم انت ينعتوا لك دي رابور كتبوهم بار اكزومبل القياده نتاعهم باللي فوالا سلال ايل دي تورن ومرت سلال اكسترا 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 ولا فات علي دروليك ودي زونفازمون دي باراج، يعني بلاوي كحله. كي ما تلقاش لانفورماسيون اكريت حاسبهم، بصح كي لانفورماسيون اكريت تطلع عند القياده، والقياده ال برون دي ديسيزيون بوليتيك. هنا المؤسسه خدمت الدور نتاعها، بصح القرار السياسي هو اللي ما تفاعلش
مش عارف كان فهمتني. فهمتك. شاف انا نقول للشعب الجزائري لكن ما حرقوش الملفات، اقسم بالله العلي العظيم غدوه تجي قياده نظيفه للبلاد غير ما تكسر راسها ما والو، برك تجيب ناس يعرفوا يقراو وتبدا تحل في لي رابور. الورا شوفوا تشوف كلش، شكون سرق، شكون الباندي، شكون الخاين، شكون يخدم مع هذا ويخدم مع هذاك، وجا منين هذاك، وين الدا، وين حط، والسيركوي تاع الدراهم كيفاش طاروا، كيفاش خرجوا، بارك البي سي كوا لي ترانسفير بانكير، سو كان موتيف، يلقاو كلش. ابري هذه ماده كيما بار اكزومبل ماتنو اون بارل دانتيليجونس ارتيفيسيال اي اون بارل سورتو دو داتا. علاش اون بارل دو داتا؟ يا تالمو ان اما دو دوني اي سوفي ماتنو دو ترافايي سو سكون ابل لا داتا ساينس pour traiter les données hadou. C'est ça la politique, la politique atta les données. Lakin politique tu as صح وناس وطنيين. C'est normal ils réagissent. Ils vont activer l'adala, transmettre, تفتح تحقيقات etc. Parce que هاد الناس اسمعني حسين، هاد الناس، هاد الناس. درك لازم نشوفوا القانون الجزائري ساعه. Est-ce que القاضي عنده كيما نقولوا حنا الحق انه يكون التقدير الشخصي تاعو؟ والله لازم يتشبث بالماده القانونيه. دوكا كي تحكم انت واحد وسموه شي باكوا، تقول له انت منين جاتك الارض هذه، يقول لك انا قدمت ملف، تروح تشوف الملف تلقاه مطابق للشروط اللي حطوها وسنيه ولو عطاوه، الوغ هو ما درش واحد تحت الطابله اكسترا اكسترا، وعندنا مكالمات هاتفيه وعندنا لي بروف. بصح الدوسي الملف في حد ذاته من ناحيه القانون تقدمه للقاضي، قاضي يقول لك دفتر الشروط، ها واش يقول السيد طابق للشروط سنيه ولو. Tu m'as compris là là là. C'est ce qui s'est passé avec les calpi ou là les calpi hadou li darouhom tu as les zones industrielles, tu as le foncier industriel. Les gens des hectares et des hectares mais بناتش فيهم شجرة. Alors que il devait en 5 ans sinon nhiouhom. Kayn hatta li wlaw qatq kima qoulou hadik rajouha aradi bina. Wa. Aoudi Jazair nqoul lik haja, hakmin hadi vampire w yshrqou fiha tchrak. Exactement monsieur Hamani. Tchrak. Le colon تاعهم دونك يرفض، فوالا. سي شوف سي une néocolonie elle souffre كيما elle souffrait la colonie بكري. دونك جات la révolution هذه، il faut que la révolte populaire se transforme en révolution avec une direction politique. في الحاله هذه تنجح الثوره وتنجح والله ما نبقى عام نطيحوا النظام هذا ندخلوا في لا ترانزيسيون. مثلا ما كانش قياده سياسيه موحده اللي تبعها الشعب، با الاحتمال بعيد بزاف انه الفوضى تغلب التنظيم، حتى وان كان تنظيم خبيث ومافيا، بصح لما المافيا تكون منظمه والدوله غير منظمه المافيا تغلب. هذه هي. بون مسيو حسين سي لا اون كاستيون دو يوم مريض. لا